اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج رحله مع الكتب. لكن اليوم احنا بنستضيف باحث ماهر هو الاستاذ هشام عبد العزيز الذي يعمل في التراث الشعبي. اهلا بيك استاذ هشام. اهلا دكتور. هو يعمل ايضا في اكاديميه الفنون وله العديد من المؤلفات. حصل على الماجستير تحت عنوان فلكلور النيل، كلنا في الريف وفي الصعيد وفي الفلاحين وفي القاهره وفي الجيزه وفي اسكندريه وفي مطروح وفي الواحات، عندنا لهجات عامية مختلفة داخل مصر، ما عندناش لهجة عامية واحدة. لا مفيش لهجة عامية واحدة. احنا عندنا عدة لهجات، حتى صحيح. في القبطية كان في اللهجة الصعيدية والفيومية. صحيح. يعني القبطية حتى نفسها كان عدة لهجات مش لهجة واحدة. صحيح. والمصرية القديمة كانت عدة لهجات مش لهجة واحدة. بس أنا مش متخصص أوي في دي يعني ما أقدرش أقول. لا ما هو يعني في للأسف في ال 25 سنة اللي فاتوا أو في ال 30 سنة اللي فاتوا علم الآثار وعلم اللغات القديمة حصلت فيه طفرات ضخمة جدا، خلتنا حتى بنتكلم دلوقتي عن فهم وتفسير عصور ما قبل التاريخ. يعني احنا دلوقتي بنعرف عن مصر ما قبل التاريخ اكتر بكتير مما كنا نعرفه من سنوات فاضية، وكل سنة عندنا اضافات جديدة نتيجة الاكتشافات المتسارعة. يعني احنا يعني القصة بتختلف دلوقتي. لكن خلينا مع حضرتك في اكتشاف العامية المصرية. أستاذ هشام، لماذا هذا الزخم في العامية المصرية؟ ثراء العامية المصرية يعود في تصوري إلى مجموعة أسباب، منها عدد السكان الكبير. مصر طول تاريخها عدد سكانها كبير. اثنين، الامتداد العمراني مليون كيلومتر ممتدة مع نهر النيل. ثالثا، القبائل اللي حلت من الجزيرة العربية إلى أرض مصر، وحضرتك تذكر المقريزي مخطوطه رسالته الصغيرة الإعراب في من حل بأرض مصر من الأعراب. وأستاذنا جمال حمدان عليه رحمة الله يحدثنا عن الحوف الشرقي لدلتا النيل التي سكن بها مجموعة من القبائل، خاصة محافظة الشرقية. خاصة محافظة الشرقية، صحيح. الهلالية، السيرة الهلالية تحدثنا عن القبائل العربية بني هلال وبني سليم التي ارتحلت من بطن الجزيرة العربية إلى مصر. راوي السيرة الشعبية يصفهم بالكثرة الكثيرة ويقول 94 ألوف، وفي رواية 99 ألوف، دليل على الكثرة. التاريخ العربي في الفترة دي بيكلمنا عن ارتحال بني هلال وبني سليم الذين كانوا يناصرون الشيعة، والدولة العباسية التي ذهبت لضربهم وكسرهم فارتحلوا إلى أرض مصر، واستلمهم الفاطميين اللي بيحكموا مصر في الوقت ده وسكنوهم في مجموعة من الأماكن، منها صعيد مصر وفي قرى بأسمائهم حتى الآن، وفي الحوف الشرقي للدلتا. واستخدمهم الفاطميين بعد ذلك في محاربة النزع السني في المغرب العربي، خاصة ابن باديس، وارتحلوا بسيف المعز، بذهب المعز وسيفه لمحاربة المعز ابن باديس. هذا التنوع في التاريخ المصري من حيث القبائل وتنوعها واختلافها، حتى المحتلين اللي أتوا إلى مصر، كل ده أدى إلى زخم، خاصة أن الشخصية المصرية شخصية يقظة جدا في التعامل مع اللغة ومع الأحداث. لا يمكن يعني يمر يومك دون أن تنطق بألفاظ منها ما هو تركي أو كردي أو فارسي أو قبطي، وخاصة قبطي طبعا وعربي. التنوع ده المعدة المصرية، المعدة اللغوية المصرية، كيف هضمت كل ذلك؟ ده السؤال اللي يمكن ردنا لسؤال حضرتك في حلقة سابقة، هو ليه العامية المصرية مهيمنة بهذا الشكل على المنطقة؟ لأنها الشخصية المصرية استطاعت هضم كل ما أتى إليها من لغات وإخراجها في لغة سمحة تقبلت الآخر وتعاملت معه وأحبها كل سكان المنطقة. فهل كانت العامية بهذا المعنى هاجس عند علماء المصريين من العصر المملوكي لغاية دلوقتي، بحيث ان احنا لقينا لأول مرة قواميس في عامية في الحضارة العربية؟ بس اللي دفع الباحثين لتأليف قواميس هو الثراء اللي حضرتك أشرت إليه برضو.
لأنه هذا الثراء دفع لتأليف الشعر بالعامية. في كتابات تاريخية، حضرتك أعلم مني في ده، كتابات تاريخية بالعامية، معظم الكتابات التاريخية بالعامية صحيح، كثير جدا. يعني العربية الفصحى لم تكن حاضرة عند ابن إياس بقوة، ولا ابن تغربرتي، حتى الجبرتي، ولا الجبرتي. جبرتي كتب بالعامية المصرية، لم يكتب بالعربية الفصحى. اللغة في رأيي زي يعني ما سماها لغة أهل القاهرة، اللغة العامة، اللغة الثالثة اللي سماها الأستاذ فاروق خورشد، اللغة الثالثة عليه رحمه الله، هي ما بين العامية والفصحى. يعني لا هي عامية، لغة ألف ليلة، لغة ألف ليلة وليلة. صحيح، يعني دي حاجة. خلينا بعد الفاصل نواصل في هذه القضايا الشائكة وندخل أكثر فأكثر إلى هذا الموضوع. أستاذ هشام، هناك عظماء في مصر عملوا على اللغة العربية الفصحى وعلى العامية أيضا وأعطوهم زخم كبير جدا، لكن للأسف الشديد لدينا إعلام وصحافة لم تعطي هؤلاء حقوقهم. أنا عايز أسألك عن حد أنا بعتقد أنه هو من أعظم ما أعطى الاثنين، العامية والفصحى، وهو المرحوم الدكتور أحمد مختار عمر. كيف تنظر إلى هذا العام؟ وخلينا باستفاضتنا، لأن هو طبعا أنا أعرف الناس كتير ما تعرفوش. هو طبعا الجهد الأساسي عند المرحوم الدكتور أحمد مختار عمر هو تطويع اللغة العربية للجهد الآلي الإلكتروني، وشغله في الحقول الدلالية وشغله في المعاجم. في ناس كتير ما تعرفوش، صحيح، وفي ناس كتير ما تعرفش غيره من نفس الطبقة، لو استخدمنا تعبير ابن سلام. جهدهم في علوم اللغة يستفيدوا منه أمثالي من طلبة العلم، لأنه جهود تأسيسية لا يقل عن أحمد تيمور مثلا، أنه أعمال مؤسسة دونها لا يستقيم علم، دونها لا تبحث في العلم عن نظرية، عن فكرة، لأنها أعمال من الأعمال المؤسسة التي نفتقدها تقريبا في كل العلوم العربية، خاصة العلوم الإنسانية التي لا نفلح كثيرا في الاستفادة من الغرب فيها، مثل العلوم التجريبية مثلا أو التطبيقية. أحمد مختار عمر وأحمد تيمور، وذكرنا قبل الدكتور عبد العزيز صالح، مع حفظ الألقاب للجميع، أساتذة أجلاء لم يبحثوا في العلم عن نجومية، وليس في العلم نجومية. وأنا لمحت في كلام حضرتك عن أنه لا يعرفهم كثيرون بشبهة شجن، كيف لهؤلاء ألا يعرفهم مجتمعهم الذي خدموه وخدموا لغته. هي القضية مش عندهم، هم بالتحديد، صحيح. هو المفترض أن الصحافة والإعلام يسعون إلى العلماء، وأن العلماء لا يسعون إلى الصحافة والإعلام. في مجتمع في مشكلة في نخبته الإعلامية والثقافية وغيرها، أن النخبة التي على السطح ليست هي النخبة الحقيقية. طبعا أحمد مختار عمر، إلى الآن أحمد مختار عمر يصدق فيه قول الشريف الرضي، كان يؤمن ما لا يبلغ العمر بعضه، كأن الذي بعد المشيب شبابه. أحمد مختار عمر وكأنه عاش حياتين من كثرة إنجازه، وأتصور، وأنا لم أقابل الرجل، لم يحصل لي شرف لقائه يعني، ولن للأسف. لكن وكان درعمي، أتصور أن الرجل طبعا كان درعمي، مجمع اللغة العربية، صحيح، وهو واحد من أساتذة علوم اللغة الطموحين المؤملين، وأتصور أنه مات دون أن يقدم ربع ما كان يريد أن يقدمه. مثل غيره، تيمور مات 59 سنة، وعلى كثرة هذا الإنجاز لم يقدم جزءا كثيرا مما كان يؤمل أن يقدمه. كلهم، وأنا طالب علم صغير ضئيل، يعني أردد يوميا قول الشريف الرضي الذي ذكرته الآن، أؤمل ما لا يبلغ العمر بعضه. في حاجة كارثة بتحصل عندنا في مصر، إن مكتبة أحمد مختار عمر إحنا ما عرفناش هي راحت فين. آه كويس، و
مثل هذه المكتبات ستجد فيها مسودات مؤلفات لم تنشر، وبالتالي نحن نفقد تراثا بذل او مجهودا علميا تم بذله دون ان نعي اننا فقدناه. يعني اكيد اعمال احمد مختار عمر فيها الكثير الذي لم ينشر. المشكله مش بس في انه في مسودات شغل ممكن يكون لسه ما انتشرش، مش بس احمد مختار عمر، ده كتير غيرهم. ممكن اكلمك على الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي اللي هو صاحب التفسير والمفسرون، مكتبته ما نعرفش فين، لديه مؤلفات انجزها ولم تنشر الى الان وتسال عن ذلك اسرته وكثير. في فين مكتبه محمد رجب النجار عليه رحمه الله؟ اه مثلا صاحب الشطارين والعيارين. هو رجل من الباحثين المهمين جدا، الاساتذه. طبعا مفيش كلام، رجل باحث ثقيل من من وزن ثقيل، وفي كتير من ده. بس اللي انا عايز اقوله انه مش بس ممكن الاقي فيها شغل ما اتنشرش، لا، مجرد ان اعرف محتويات مكتبه رجب النجار، دكتور رجب النجار عليه رحمه الله مثلا، مجرد ان اعرف محتويات مكتبه العقاد او غيره، مجرد معرفه المحتويات بيعطي معرفه. العقاد مثلا مكتبته 12,000 عنوان بعد ان باعها 3 مرات لاحتياجه المالي كما تعلم حضرتك. 12,000 عنوان فيهم 18,000 عنوان فيهم 6,000 عنوان عربي و12 عنوان انجليزي، 12,000 عنوان انجليزي. وكان قارئ زي ما نعلم، كما نعلم جميعا، قارئ يعني شره للقراءه وغيره. حضرتك كلمتين عن جزء من مكتبه الرئيس السادات عند حضرتك، وانا متاكد انه ما وجدته من تعليقات للرئيس السادات، هي مش عندي، هي في مكتبه اسكندريه، او في مكتبه اسكندريه جزء من تعليقات انور السادات على الكتب التي لديه تكشف، خصوصا في الموسوعه اليهوديه. انور السادات في الكتب اللي كانت في مكتبته كان بيحط تعليقات، والتعليقات دي كاشفه لطبيعه شخصيته، قارئ جاد. يعني رئيس انور السادات في مكتبته كان عنده كان قارئ جيد جدا، وكان قارئ فاحص، وكان بيكتب جوه الكتب تعليقات. فتجده في الموسوعه اليهوديه عنده تعليقات على نقط محدده، بما يعني ان هو فاهم اليهود كويس جدا، وفي قراءاته الادبيه او كتب سياسيه عنده بيحط خطوط تحت السطور على فقرات، بيكتب تعليقات قد جانبيه، هوامش. طبعا حضرتك عارف ان الهوامش في التراث العربي دي ليها قيمه، تعتبر مؤلف مستقل. طبعا طبعا. فاحنا مثل هذه الاشياء لم تدرس بعد. انا جزء من سعادتي قرات كتاب الاصول العربيه الاولى لألف ليله. قراته بعد، خلينا بعد الفاصل، يعني بعد الفاصل انا عايز ارجع معاك لألف ليله وليله في نسختها المصريه. دي قصه كبيره. انا عندي كتاب. هنرجع ليها، خلينا بعد الفاصل نواصل مع الاستاذ هشام عبد العزيز. استاذ هشام عبد العزيز اهلا وسهلا بيك. حلقتنا في حاجات كتير كده محتاجه تتفكك وتتركب ويجري الكلام حواليها، لكن حضرتك عندك شغل على الف ليله وليله في نسختها المصريه. ودي النسخه اللي اترجمت في اوروبا، عشان كده الاوروبيين بيعتبروا القاهره مدينه الف ليله وليله. ازاي بتبص لالف ليله وليله بالعاميه المصريه؟ احنا بالمشاركه مع الباحث عادل العدوي قمنا في منتصف التسعينات بتحقيق نص اثبتنا له عنوان الف ليله وليله بالعاميه المصريه. وهو مجموعه حكايات من الف ليله بالعاميه المصريه، اثبت المخطوط انه كانت تروى على المقاهي في القرن ال 18 و 19 وبدايه القرن العشرين. بالمناسبه دي وسائل الترفيه والتسليه في الفتره صحيح. دي كانت محدوده جدا، لا كان في تلفزيون ولا اذاعه ولا راديو ولا ولا جرايد ولا اي حاجه، فبالتالي المقاهي والروايات دي كانت هي تسليه الناس. والشاعر اللي كان بيروي هذه الحكايات وهذه الاشعار زي دي وزي السيره الهاليه وغيرها، احنا عندنا محمد عبده عليه رحمه الله كان بيشكو مر الشكوى من طباعه مثل هذه الاشياء بشكل هو بيقول يكاد يكون اسبوعي في مقاله شهيره في الوقائع تكلمنا عنها قبل ذلك. لكن ألف ليلة بالعامية المصرية التي حققناها مختلفة عن نص ألف ليلة المعروف. حضرتك تعلم أنه ألف ليلة وحدة البنية فيها هي وحدة الحكاية، وحدة الليلة. الليلة. الراوي الشعبي المصري هدم هذه الوحدة وصنع منها وحدة الحكاية.
في خمس حكايات تطور تقنيات السرد. طبعا طبعا الهدف من ألف ليلة، من الحكي في ألف ليلة، هو الخلاص من الموت. شهرزاد تحكي للهروب من القتل. من القتل. الهدف من الحكي في النص الذي أخرجناه في منتصف التسعينات كان لمقاسمة صاحب المقهى في آخر الليل في الغلة، كما سمت إحدى الحكايات. في الغلة يجي بالليل يقول له أنا الغلة ده الحصاد بتاع أرباح اليوم. صحيح. الراوي في ألف ليلة المعروفة امرأة. في خناقة جنسية إذا قلنا. الراوي في نص لحقناه رجل. شاعر. يتكسب من الحكي. وقت الحكي في ألف ليلة المعروفة ليلا، ووقت الحكي في النص الذي حققناه هو الليل أيضا، لكن هنا الليل الذي يجمع بين الرجل والمرأة، هنا الليل الذي يجمع بين المتسامرين في المقهى في حالة التسلية شبه الوحيدة زي ما حضرتك ذكرت من شوية. اللغة في النص المعروف كما أخرجه قط العدوي هي اللغة الثالثة التي تكلمنا، التي استفاد في شرحها أستاذنا فاروق خرشد عليه رحمة الله. بالمناسبة قط العدوي ده كان مصحح لغة عربية، شيخ أزهري يعمل مصححا للغة صحيح. العربية في مطبعة بولاق، وله الفضل في إخراج مئات الكتب التراثية عن طريق مطبعة بولاق، فلم يكن مجرد مصحح. وهو واحد من المهضومين في الثقافة. لا هو ما كانش مصحح. هو كان عبقري. صحيح. كان بيختار النصوص التراثية ويعيد إخراجها وتحقيقها، وللأسف لم يحصل على حقه. وكان من مبدعي القرن 19. طيب حضرتك اذا قط العدوي اخرج نص وحضرتك اكتشفت نص وقعدت نشره. بالمناسبه من اخرج النص اللي نشرناه في منتصف التسعينات رجل معروف باسم محمد غجر. هو اللي كان نسخه، هو اللي اخرجه في هذه البنيه وحده الحكايه. وده كان في قرن العاشر والحداشر الهجري النسخ ده، مما يجعل هذا النص من بواكير الرواية العربية. إذن أنت عايز تعيد تاريخ الرواية العربية تاني؟ هي تاريخ الرواية العربية كل فترة وجيزة بيتغير. إحنا لو حضرتك تذكر من كنا بنقول زينب. كنا زينب خلاص، هذا كلام قديم. عفى عليها الزمن. قديم جدا جدا. وقعت على نصوص رواية اسمها سهام الغرام لمدعو يوسف وردة في بداية القرن التاسع عشر. نشر؟ لا لم ينشر، موجود، أرجو أنه حد يشتغل يعني يشتغل عليه. موجود هذه النسخة في مركز المخطوطات في جامعة القاهرة، مكتبة جامعة القاهرة. سهام الغرام لمؤلف اسمه يوسف وردة. لكن لم ينشر. لم ينشر ولم يحقق. ولم يحقق نص ألف ليلة الذي حققناه أنا والباحث عادل العدوي في قرن الحداشر الهجري، فده معناه أنه أقدم. والوحدة في وحدة الحكاية لها بداية ولها نهاية، تعتمد وفي آليات عقدة السرد وفي عقدة، وتعتمد لكنها تعتمد آليات السرد المعروفة في الحكي التراثي، الخروج من حكاية لحكاية من حكاية لحكاية حتى الوصول إلى النهاية. هي أشبه بمسلسل يعني. صحيح. وهي تقنية معروفة في السيرة الشعبية ومعروفة في ألف ليلة النص القديم. إذن فإحنا أنت كده عايز تعيد تاريخ الرواية العربية. هو المفترض أنه باحث الرواية شافوا الشغل ده واشتغلوا عليه، وأنا أعلم أن في باحثين اشتغلوا عليه. فإحنا قد تقودون العامية المصرية إلى إعادة تاريخ الرواية العربية. صحيح. إلى إعادة تاريخ اللغة العربية. إلى إعادة النظر في العامي والفصيح، إلى النظر للغة على أنها كائن حي يتطور بتطور صحيح. الزمن صحيح. إلى أن إحنا عندنا إشكالية أخيرة، وهي تعليم اللغة العربية السليمة النطق والحروف والمخارج إلى الأطفال. دي فيها مشكلتين يا دكتور. مشكلة كان كلم عليها سلامة موسى سنة 45 حينما تكلم عن البلاغة العصرية واللغة العربية، دي فكها تحسين. انه لا، هو في مقدمة كتابه تكلم عن فكرة بسيطة لكنها في منتهى الخطورة. انه نحن متأخرون اجتماعيا بقدر تأخرنا لغويا. اذا دراستنا في اللغة كانت متقدمة، يبقى كمان احنا كمجتمع يبقى مجتمع متقدم. لكن ده يجرنا للمشكلة الاشكالية الثانية والاهم في نظري، العالم تحكمه اللغة
التي يحكم أصحابها. في القرون الوسطى المؤلفون الأجانب تكلموا عن 900 لفظ عربي في اللغات الإنجليزية والفرنسية، اللغات اللاتينية القديمة. زي كلمة طويل، زي الجلوكوما مثلا، شجر، كابتن، طبعا أدميرال. لأننا حينما قدنا العالم علميا سادت اللغة العربية. اللغة التي تقود والتي تتطور هي اللغة التي يتطور أصحابها، هي اللغة التي يحكم أصحابها بالعلم وليس بالسلاح. ولذلك تجد في اللغة العربية الآن ورشة، وركشوب مثلا، وغيرها كتير، نوفي في العامية نتكلم عن الشيء الجديد، انه ده جديد، نوفي من نوفو الفرنسي، وغيرها. اللغة المسيطرة بالعلم هي اللغة التي تحكم العالم، وهي اللغة التي تغزو كل اللغات. على أي ده قضية شائكة أنا بدعو الجميع أنه يعيد النظر فيها. أنا حاليا بات سؤال هذه الحلقة حيبقى سؤال حول ماذا، كيف تقيم أداء مدرس اللغة العربية في تعليم اللغة العربية في المدارس؟ من سيجيب على هذا السؤال سيتلقى مجموعة من الكتب هدية من برنامج رحلة مع الكتب. وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله من هذا البرنامج.